السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في الفرع العلمي بمادة الفيزياء، المراجعة الوزارية الشاملة والمركزة لمادة الفيزياء. وصلنا إلى الفصل السادس في الفيزياء التطبيقية، الفرع التطبيقي، الفصل السادس اللي هو يتكلم عن الإلكترونيات الحالة الصلبة. الإلكترونيات الحالة الصلبة، خلينا نشوف شنو الأشياء المهمة في هذا الفصل، تابعوا ويانا. أولا، السؤال الأول: على ما يعتمد أساس عمل الأجهزة الإلكترونية مثل الراديو والرادار ومكبرات الصوت وأجهزة البث والتسلم وإلى آخره؟ تعتمد على الثنائيات البلورية المختلفة والترانسستورات والدوائر المتكاملة. سؤال: ما الأغلفة الإلكترونية التي تشارك الإلكتروناتها في التفاعل الكيميائي والتي تحدد الخواص الإلكترونية؟ عندنا الأغلفة الخارجية الأكثر بعدا عن النواة تسمى أغلفة التكافؤ، وهي التي تشارك إلكتروناتها والتي تسمى إلكترونات التكافؤ في التفاعلات الكيميائية وتحدد الخواص الإلكترونية للمادة. عندنا سؤال: ما المقصود بغلاف التكافؤ؟ هو الغلاف الخارجي الأكثر بعدا عن النواة، والإلكترونات التي تدور في هذا الغلاف تمتلك أكبر قدرا من الطاقة فتكون ضعيفة الارتباط جدا مع نواة ذراتها مقارنة بالإلكترونات الأقرب إلى النواة، ويشغل هذا الغلاف على إلكترونات حرة تسمى إلكترونات التكافؤ، وهي التي تساهم في التفاعلات الكيميائية وتحدد الخواص الإلكترونية للمادة. عندنا سؤال: ما المقصود بإلكترونات التكافؤ وما هي خواص ومميزات إلكترونات التكافؤ؟ إلكترونات التكافؤ وهي الإلكترونات الموجودة في الأغلفة الثانوية الخارجية الأكثر بعدا عن النواة، وتمتاز: أولا، موجودة في الغلاف الثانوي الخارجي الأكثر بعدا عن النواة. ثانيا، إلكترونات التكافؤ تمتلك أكبر قدرا من الطاقة. هذه الإلكترونات تكون ضعيفة الارتباط جدا مع نواة ذراتها مقارنة بالإلكترونات الأقرب للنواة. الإلكترونات التكافؤ تسهم في التفاعلات الكيميائية والتي تحدد الخواص الإلكترونية للمادة. جاء السؤال: ما المقصود بمستوى الطاقة في ذرة الهيدروجين E تساوي صفر، وما أقل مقدار للطاقة يمكن أن يملكه الإلكترون في الذرة؟ هو أعلى مستوى للطاقة في الذرة، وكل إلكترون يشغل مستوى واطئ منه فإنه يمتلك طاقة سالبة نسبة إلى مستوى الطاقة الصفر E يساوي صفر، وذلك بسبب ارتباط الإلكترونات بقوة جذب مع النواة. وإن أقل مقدار طاقة يمكن أن يمتلكه الإلكترون في ذرة الهيدروجين يساوي سالب 13.6 E إلكترون، وهذا يعني إن عند اكتساب هذا الإلكترون طاقة مقدارها موجب 13.6 يتحرر من ذرة الهيدروجين وهو في المستوى الأرضي، وهذا ينطبق فقط على الذرة المنفردة. عندنا الموصلات، بما تتميز كل من الموصلات والعوازل والعازلة وأشباه الموصلات؟ أولا، سهولة انسياب التيار الإلكتروني خلالها حيث تتحرك الشحنات الإلكترونية بسهولة. هنا العوازل لا تسمح بانسياب التيار الكهربائي الإلكتروني من خلالها، وفي الظروف الاعتيادية ولا تحتوي على شحنات حرة ناقلة. تتحرك الشحنات الإلكترونية بحرية أقل مما هي عليه في المتوسط. تمتاز ذراتها بأن لها إلكترون تكافؤ واحد يرتبط مع النواة ارتباطا ضعيفا، وهذه الإلكترونات تتمكن بسهولة من فك ارتباطها مع النواة وتصبح حرة الحركة. الإلكترونات تتكون بسهولة من فك ارتباطها مع النواة وتصبح حرة الحركة. الإلكترونات التكافؤ فيها مرتبطة بارتباطا وثيقا بالنواة، لذلك لا تحتوي على شحنات حرة ناقلة تحت الظروف الاعتيادية. الإلكترونات التكافؤ فيها ترتبط على النواة بأقل من المواد العاجلة وأكبر من المواد الصلبة. ثلاثة، المقاومة الكهربائية النوعية بحدود 10 أس سالب 8 إلى 10 أس سالب 5 ملي أوم. المقاومة الكهربائية النوعية هنا حوالي من 10 إلى 10 إلى 10 أس 16
ملي اوم. المقاومة الكهربائية نوعية المادة شبه الموصلة، تقع بين المقاومة النوعية للمادة الموصلة والمواد العازلة اللي هي حوالي من 10^5 إلى 10^8 ملي أوم. مثال النحاس والفضة والذهب، مثال هنا الزجاج والشمع مثل السيليكون والجيرمانيوم. زين، عندنا علل المواد الموصلة تحتوي على وفرة من الإلكترونات الحرة، لأن المواد الموصلة تمتاز بأن ذراتها لها إلكترون تكافؤ واحد يرتبط مع النواة ارتباطا وثيق ضعيفا جدا، وهذه الإلكترونات تتمكن بسهولة من فك ارتباطها مع النواة وتصبح حرة الحركة. عندنا أيضا نكمل حزم الطاقة في المواد الصلبة، إن الإلكترونات الذرة المنفردة تدور حول النواة بمدارات محددة، ولأن كل مدار مستوى محدد من الطاقة، وأن المواد الصلبة تحتوي على عدد هائل من الذرات المتراصة. كيف ستكون مستويات الطاقة للمواد الموصلة؟ ستكون تتداخل مستويات الطاقة مع بعضها بسبب العدد الهائل من الذرات المتراصة في المواد الموصلة، مما يؤدي إلى تأثر الإلكترونات أي ذرة بالإلكترونات الذرة الأخرى المجاورة لها في المادة نفسها، ونتيجة لهذا التفاعل بين الذرات المتجاورة في المادة الواحدة تقسم مستويات الطاقة المسموح بها في الأخلفة الثانوية والخارجية المتقاربة جدا من بعضها بشكل حزم، وكل حزمة منها ذات مستويات طاقة ثانوية متقاربة جدا تسمى حزم الطاقة. ما هي حزم الطاقة التي تحدد الخواص الإلكترونية للمادة؟ اذكرها موضحا كلها من كل منها مع الرسم. أولا حزمة التكافؤ، وهي حزمة من حزم الطاقة التي تحتوي مستويات طاقة مسموح بها، طاقتها واطئة وتكون مملوءة كليا أو جزئيا بإلكترونات، ولا يمكن أن تكون خالية من الإلكترونات، وإلكتروناتها تسمى بإلكترونات التكافؤ، ولا تتمكن الإلكترونات التكافؤ من الحركة بين الذرات المتجاورة بسبب قربها من النواة، فهي ترتبط بالنواة بقوة كبيرة نسبيا. هذا الرسم طبعا موجود عندكم بالكتاب. حزمة التوصيل، وهي حزمة من الحزم الطاقة التي تحتوي مستويات طاقة مسموح بها ذات طاقة عالية أعلى من مستويات الطاقة المسموح بها في حزمة التكافؤ، وإلكتروناتها تسمى بإلكترونات التوصيل، وتتمكن الإلكترونات التوصيل من الانتقال بسهولة لتشارك في عملية التوصيل الكهربائي. ويفصل بين حزمتي التوصيل والتكافؤ فجوة تسمى ثغرة الطاقة المحظورة. عندنا ما المقصود بثغرة الطاقة المحظورة، وكيف ينتقل الإلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل؟ هي فجوة تفصل بين حزمتي التكافؤ والتوصيل ولا تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها، أي لا تسمح للإلكترونات أن تشغلها. ولكي ينتقل الإلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل يتطلب أن يكتسب طاقة كافية من مصدر خارجي بشكل طاقة حرارية أو طاقة ضوئية أو بتأثير مجال كهربائي مقدارها لا يقل عن مقدار ثغرة الطاقة المحظورة. لماذا تتصف حزمة الطاقة في المواد الموصلة؟ تتداخل حزمة التكافؤ مع حزمة التوصيل، تنعدم ثغرة الطاقة المحظورة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل، ونتيجة لذلك تكون الإلكترونات التكافؤ طليقة في حركتها خلال المادة الموصلة، ولهذا السبب تمتلك المعادن قابلية توصيل كهربائي عالية. تقل قابلية التوصيل الكهربائي للمعادن بارتفاع درجات الحرارة نتيجة ازدياد مقاومتها الكهربائية. علم، تمتلك المعادن قابلية توصيل كهربائية عالية لأن الإلكترونات التكافؤ تكون طليقة في حركتها خلال المادة الموصلة نتيجة لانعدام ثغرة الطاقة المحظورة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل. علل، تقل قابلية التوصيل الكهربائي في المعادن بارتفاع درجة حرارتها نتيجة لازدياد مقاومتها الكهربائية النوعية، وذلك لزيادة المعدل الزمني للطاقة الاهتزازية للذرات أو الجزيئات. سؤال، لماذا تمتاز حزمة الطاقة في المواد العازلة؟ حزمة التكافؤ مملوءة بالإلكترونات التكافؤ، حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات، ثغرة الطاقة المحظورة تكون واسعة نسبيا. علل المادة العازلة لا تمتلك قابلية التوصيل الكهربائي،
السبب ذلك كون ثغرة الطاقة المحظورة في المادة العازلة واسعة نسبيا مقدارها 5 الكترون فولت أو أكثر من ذلك، لذا فإن الإلكترونات حزمة التكافؤ لا تتمكن من عبور ثغرة الطاقة المحظورة والانتقال إلى حزمة التوصيل عندما تكون الطاقة المجهزة أقل من ثغرة الطاقة المحظورة. بالنتيجة تبقى حزمة التكافؤ مملوءة بالإلكترونات في حين حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات. سؤال: ماذا يحصل عند تسليط مجال كهربائي كبير المقدار على المادة المعازلة أو تعرضها لتأثير حراري كبير؟ قد يؤدي إلى انهيار العازل فينساب تيار قليل جدا خلال العازل. سؤال: بماذا تمتاز أو تتصف حزمة الطاقة في أشباه الموصلات عند درجة حرارة منخفضة درجة الصفر كلفن وفي حالة انعدام الضوء؟ أولا، حزمة التكافؤ تكون مملوءة بإلكترونات التكافؤ. اثنين، حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات. ثلاثة، ثغرة الطاقة المحظورة ضعيفة نسبيا. سؤال: ما المقصود بثغرة الطاقة المحظورة للسيليكون؟ تعني أن أقل طاقة تلتزم الإلكترونات للانتقال من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل هي 1.eV. أشباه الموصلات النقية: عندنا يعد الجرمانيوم والسيليكون من أشباه الموصلات وأكثرهما استعمالا في التطبيقات الإلكترونية، إذ تحتوي كل ذرة منهما على 4 إلكترونات تكافؤ. تتحد بواسطة إلكترونات التكافؤ هذه مع 4 ذرات سيليكون مجاورة لتكون 4 أواسط تساهمية تجعلها البلورة في حالة استقرار كيميائي. سؤال: لماذا تعتبر بلورة السيليكون في حالة استقرار كيميائي؟ لأن كل ذرة سيليكون تتحد بواسطة الإلكترونات التكافؤ الأربعة مع 4 ذرات سيليكون مجاورة، وبهذا تنشأ 8 إلكترونات تكافؤ. يكون كل زوج منها عاصرة تساهمية تربط كل ذرتين متجاورتين في بلورة السيليكون، لذا تجعل البلورة في حالة استقرار كيميائي. سؤال: عند درجة حرارة الصفر المطلق وفي الظلمة تكون حزمة التوصيل في شبه الموصل النقي خالية من الإلكترونات، علل ذلك. نقول عند درجة حرارة الصفر كلفن تتسم بفقدان الحرارة فقدانا كاملا، إذ لا يتوفر لشبه الموصل النقي في الظلمة أي تأثير حراري أو ضوئي، لذا تكون حزمة التكافؤ مملوءة كليا بالإلكترونات وحزمة التوصيل خالية من الإلكترونات الحرة. يسلك شبه الموصل النقي سلوك العازل. هل يمكن جعل شبه الموصل النقي السيليكون مثلا يمتلك قابلية توصيل بواسطة التأثير الحراري؟ وضح ذلك. نعم، عند ارتفاع درجة حرارة شبه الموصل النقي إلى درجة حرارة الغرفة 300 كلفن تكتسب الإلكترونات التكافؤ طاقة كافية لكسر بعض الأواصر التساهمية تمكنها من الانتقال من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل عبر ثغرة الطاقة المحظورة، وعندئذ هذه الإلكترونات حرة في حركتها خلال حزمة التوصيل لكي تشارك في عملية التوصيل الكهربائي. إن كل إلكترون ينتقل إلى حزمة التوصيل يترك حيزا فارغا في حزمة التكافؤ في الموقع الذي انتقل منه، يسمى هذا الموقع الخالي من الإلكترونات بالفجوة التي تعمل عمل الشحنة الموجبة. عند هذه الظروف تتولد الإلكترونات حرة في حزمة التوصيل وأعداد مساوية لها من الفجوات في حزمة التكافؤ، وبهذا يتولد ما يسمى بالزوج إلكترون فجوة. ومع استمرار التأثير الحراري يستمر توليد الأزواج الإلكترون فجوة، فتقل المقاومة النوعية لمادة شبه الموصل وتزداد قابليتها للتوصيل الكهربائي. ما المقصود بالفجوة في أشباه المواصلات وكيف تتولد؟ هو الموقع الخالي من الإلكترونات في حزمة التكافؤ في شبه الموصل والتي تعمل عمل الشحنة الموجبة، تتولد من انتزاع إلكترون واحد من ذرة السيليكون أو الجرمانيوم نتيجة تأثير حراري أو تأثير ضوئي، أو تتولد من انتزاع إلكترون واحد من ذرة السيليكون أو الجرمانيوم نتيجة تطعيم المادة شبه الموصلة بشائب قليل قابل. سؤال: ما المقصود بالزوج الإلكترون فجوة وكيف يتولد؟ الزوج الإلكترون فجوة إن كل إلكترون ينتقل إلى حزمة التوصيل يترك حيزا فارغا في حزمة التكافؤ في الموقع الذي انتقل منه،
يسمى هذا الموقع الخالي من الإلكترونات بالفجوة التي تعمل عمل الشحنة الموجبة. عند هذه الظروف تتولد الإلكترونات حرة في حزمة التوصيل وأعداد مساوية لها من الفجوات في حزمة التكافؤ، وبذا يتولد ما يسمى بالزوج إلكترون فجوة أو الزوج الإلكترون فجوة. إلكترون محيز فارق في حزمة التكافؤ في الموقع الذي انتقل منه الإلكترون، ويسمى هذا الموقع بالفجوة، وتكون موجبة إذ يمثل حوامل الشحنة في شبه الموصل. تتولد من انتزاع إلكترون واحد من ذرة السيليكون أو الجيرمانيوم نتيجة تأثير حراري أو تأثير ضوئي، أو تتولد من انتزاع إلكترون واحد من ذرة السيليكون أو الجيرمانيوم نتيجة تطعيم المادة شبه الموصلة بشائب قابل. عندنا علامة يعتمد المعدل الزمني لتوليد الأزواج الإلكترون فجوة في شبه الموصل النقي على درجة حرارة شبه الموصل ونوع مادة شبه الموصل. أيضا عندنا ماذا يحصل تيار الإلكترونات والفجوات؟ ماذا يحصل عند تسليط مجال كهربائي على جانبي بلورة شبه الموصل النقي مثل السيليكون عند درجة حرارة 300 كلفن؟ سوف تتحرك الإلكترونات في حزمة التوصيل باتجاه معاكس للمجال الكهربائي المسلط، فينشأ تيار يسمى بتيار الإلكترونات في حزمة التوصيل. أما الفجوات في حزمة التكافؤ فإنها سوف تتحرك باتجاه المجال الكهربائي المسلط، فتولد تيارا آخرا يسمى بتيار الفجوات في حزمة التكافؤ. وبذا يكون التيار الكلي المنساب خلال شبه الموصل ناتج من مجموع تيار الإلكترونات وتيار الفجوات. ما المقصود بتيار الإلكترونات؟ كيف يتولد تيار الإلكترونات؟ هو تيار يتولد في حزمة التوصيل وينتج عن حركة الإلكترونات الحرة فيها عند تسليط مجال كهربائي على جانبي بلورة شبه الموصل النقي عند درجة حرارة الغرفة 300 كلفن، ويكون اتجاه هذا التيار باتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي، باتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي. ما المقصود بتيار الفجوات وكيف يتولد؟ هو تيار يتولد في حزمة التكافؤ وينتج عن حركة الفجوات فيها عند تسليط مجال كهربائي على جانبي بلورة شبه الموصل النقي عند درجة حرارة الغرفة 300 كلفن، ويكون باتجاه هذا التيار باتجاه المجال الكهربائي المسلط. ما الذي يمثل التيار الكهربائي المنساب خلال شبه الموصل النقي؟ هو التيار الناتج عن مجموعة التيار الإلكترونات وتيار الفجوات، وتسمى كل من الإلكترونات والفجوات بحوامل الشحنة. ما المقصود بحوامل الشحنة؟ هي تسمية تطلق على كل من الإلكترونات الحرة والفجوات الموجبة والتي تتحرك باتجاهين متعاكسين عند تسليط مجال كهربائي. ما الذي يحدد أشغال الإلكترونات مستوى معين من مستويات الطاقة المسموح بها الإلكترونات؟ إن أشغال الإلكترون بمستوى طاقة مسموح بها يقارن نسبة إلى مستوى طاقة معينة يسمى مستوى فيرمي، إذ يعد هذا المستوى أعلى مستوى طاقة مسموح به يمكن أن تشغله الإلكترونات عند درجة حرارة الصفر مطلق. ما المقصود بمستوى فيرمي؟ مستوى افتراضي يقع بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل، ويحدد إمكانية إشغال الإلكترونات أو عدم إشغالها لبقية مستويات الطاقة. أو أعلى مستوى طاقة مسموح بها يمكن أن يملأ بالإلكترونات عند درجة الصفر كلفن. أو مستوى افتراضي يقع في الحيز بين حزمتي التوصيل والتكافؤ، فيكون دليلا لتحديد بقية مستويات الطاقة لكونها أعلى أو أوطأ منه، وإن إي في يمثل موضع مستوى فيرمي. أين يقع مستوى فيرمي في الموصلات وأشباه الموصلات النقية عند درجة الصفر المطلق؟ يقع مستوى فيرمي في الموصلات فوق المنطقة المملوءة بالإلكترونات من حزمة التوصيل، ومستوى الطاقة التي تشغله هذه الإلكترونات يكون تحت مستوى فيرمي. يقع مستوى فيرمي لأشباه الموصلات النقية في منتصف ثغرة الطاقة المحظورة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل. ماذا يحصل لموقع مستوى فيرمي عند تطعيم شبه الموصل النقي بإضافة شوائب له؟ سوف ينزاح مستوى فيرمي نحو الأسفل أو نحو الأعلى، وتتحدد تلك الإزاحة وفق لنوع الشائبة المضافة. عندنا أشباه الموصلات المطعمة المشوبة أو غير النقية. لماذا نلجأ
إلى تطعيم شبه الموصل النقي بشوائب خماسية التكافؤ أو ثلاثية التكافؤ، بالرغم من أن التأثير الحراري يعمل على زيادة قابلية التوصيل الكهربائي، وذلك لعدم إمكانية السيطرة على قابلية التوصيل الكهربائي لمادة شبه الموصل النقية بطريقة التأثير الحراري. لذلك نلجأ إلى إيجاد طريقة أفضل للتحكم في توصيلية الكهربائية عن طريق إضافة شوائب ذراتها خماسية التكافؤ أو ثلاثية التكافؤ تسمى الشوائب بعناية، ومعدل مسيطر عليها بنسبة 1% 1 لكل 10 أس 8 تقريبا، وبدرجة حرارة الغرفة وبنسبة قليلة ومحددة في بلورة شبه الموصل النقية بعملية تسمى التطعيم، وتزداد قابلية التوصيل الكهربائي بزيادة حاملات الشحنة الإلكترونات والفجوات بالبلورة مقارنة مع ما يحصل بالتأثير الحراري. ما المقصود بالتطعيم؟ وهي عملية إضافة عناصر خماسية التكافؤ أو ثلاثية التكافؤ تسمى الشوائب بعناية، ومعدل مسيطر عليها بنسبة 1 لكل 10 أس 8 تقريبا، وبدرجة حرارة الغرفة وبنسب قليلة ومحددة في بلورة شبه الموصل النقي لغرض زيادة قابلية التوصيل الكهربائي. أيهما أفضل لزيادة التوصيل الكهربائي لأشباه الموصلات النقية، عملية التشويب أم التأثير الحراري؟ وضح ذلك. التشويب لأنه يمكن يكون بالإمكان السيطرة على قابلية التوصيل الكهربائي في شبه الموصل وزيادته، وزيادة بنسبة كبيرة نتيجة لزيادة حاملات الشحنة الإلكترونات والفجوات بالبلورة مقارنة ما يحصل في التأثير الحراري. ما هو شبه الموصل نوع N؟ ما هو شبه الموصل نوع N؟ هي بلورة لهنا أعزائي الطلبة، لهنا نتوقف، لهنا أنا انتهى درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله نكمل في الدروس القادمة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.